إلى بحر الكاريبي برماله الصافية وشواطئه الخلابة. أراد المصمم اللبناني إيلي صعب أخذ من حضر عرض أزياء مجموعته الجديدة في الأوت كوتير لربيع وصيف هذا العام، مجموعة تعكس ظلالا من الأزرق والفضي اللامع تحت أشعة الشمس. ترجم ذلك في قطع حيكة من قماش التيل بطبقاته الدفينة والأورغانزا والتفت القزحي المتدفق على شكل تموجات وشعاب مرجانية. كل الشغل على الفساتين مسؤول كأنه المي، كأنه نقط مي، كأنه شلالات مي، كأنه الرسمات أغلبها رسمات أبستراكت، بس الألوان وطريقة الشغل والبايات بخليك دائما تتذكر موج البحر والمي. زخارف وأزهار متمائلة خفيفة الملمس وأقمشة رسمت يدويا وقطع حيكت بتقنيات فريدة شوهدت على منصة العرض. تعد هذه المجموعة الأكثر استخداما لقماش التيل في عروض أزياء صعب بدرجاته السميكة والناعمة والتيل الوهمي أو الإلوجين تيل، كما شوهد الدوبل كريب في بعض القطع. أحب دائما الألوان التي يستخدمها صعب في مجموعاته كالزهري والفضي والذهبي، إنها حقا فساتين حالمة. الأصداف والأحجار الشاطئية والمرجان هي أكسسوارات الموسم القادم، إذ شوهدت في النظارات الشمسية والحقائب المرصعة باللآلئ. الصعوبة في تصميم مجموعة أزياء لا تكمن في حياكتها فقط، بل الأهم والأصعب تجسيد وحي العرض بطريقة واقعية، أو بالأحرى قطع يسهل ارتداؤها كما فعل إلي صعب. اليوم ليث بزاري، العربية، باريس.